دونك ندوزو الكويرات ديال الدجاج والبيشاميل. ايه تفضلي. غادي نحتاجو ليهم صدر ديال الدجاج كيكون مغسول من طبيعة الحال. كناخدو صدير واحد ديال الدجاج، يعني طرف واحد ديال صدر ديال الدجاج، كنديرو في واحد الطنجرة، كنديرو معاه وريقة سيدنا موسى، شوية ديال الملحة، شوية ديال الإبزار، معلقة صغيرة ديال الزعتر، والقياس ديال الماء بحال اللي غنطلقوا هذاك الصدر ديال الدجاج، القياس ديال الماء حتى كيغطيه. كنخليوه كيطيب على خاطرو تقريبا واحد 20 دقيقة حتى كيطيب لينا هذاك الصدر ديال الدجاج. كنحيدوه وكنصفيوه هذاك المرق اللي بقى لنا، كناخذوا منه واحد نص كاس، والباقي اللي بقى لينا في المرق كنطيبوا فيه الطاجلياتيل. الطاجلياتيل او السباغيتي او اي نوع ديال الباط اللي بغينا. انا كيف كليتو كليت بالطاجلياتي. كناخذوا هذاك النص كاس اللي خدينا من المرق، كنضيفوا ليه نص كاس اخر ديال الحليب، كنديروهم في شي كاسرونه وكنخليوهم حتى كيدفوا واحد شويه. كناخذوا واحد الزليفه كنديروا فيها معلقه كبيره ديال الدقيق وجوج معالق كبار ديال الزيت، كنخلطوهم مزيان مع بعضياتهم، وكنبقاو بحال اللي كندورو بها هذاك المرق اللي عندنا مع الحليب. غادي تعطينا صوص بيشاميل. كتجي هذه اسهل بيشاميل ممكن الاخوات يديروها، الا كانوا بغا يديروها لطبق واحد اخر ما يديروش المرق، غيديروا غير الحليب. غياخذوا الحليب كيديروه في كاسرونه، كياخذوا واحد الزليفه كيديروا فيها جوج معالق كبار ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الدقيق، كيخلطوهم مع بعضياتهم وكيبداو كيدوروا بهم هذاك الحليب بحال كيف كندوروا الحريره. غادي نديرو شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وحكه ديال الكوزه. بيشاميل سهله، ما كتحتاجي لا تحمري الدقيق لا الزبده لا حتى شي حاجه، وكتجي رائعه بزاف. هذه هي البيشاميل اللي كيعتمدوا في المطاعم. كنكونوا وجدنا البيشاميل. دابا غادي ناخذوا واحد المقيله كنديروا فيها طريف ديال الزبده وشويه ديال زيت الزيتون، كنضيفوا ليها واحد البصله كتكون مقطعه رقيقه، خيزو محكوك، حبه وحده ديال خيزو محكوكه، كورجات حتى هي محكوكه، شويه ديال الكرنب. ضروري نديروا شويه ديال الكرنب في هذا الطبق هذا، كيعطي واحد النسمه رائعه. كنكونوا مقطعينه رقيق اولا كنطحنوه في العشوار، بالنسبه للوليدات اللي ما غاديش يبغيو ياكلوه لينا. كنديروا ضريس ديال الثومه وكنشحروا مزيان مزيان. غادي نضيفوا شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، معلقه صغيره موطرد ومعلقه كبيره كيتشوب. الاخوات اللي فاش عطينا الكيتشوب قال لنا واش الكيتشوب غنبقاو نديرو الساندويتش، غادي نديرو به حتى اطباق وحدين اخرين، هذه وحده منهم. معلقه صغيره موطرد كيف قلت لكم، معلقه كبيره كيتشوب، معلقه صغيره ديال الزعتر، وكنضيفوا هذاك الدجاج اللي سلقناه في الاول، كنفتتوه كنحيدوا ليه داك العظيم ديالو وكنفتتوه وكنخلطوا كل شيء مزيان. غادي نضيفوا لهم شويه من لاصوص بيشاميل اللي وجدناها. صافي حتى كتخلط عندنا كيتجمع لنا الخليط يعني كنقدروا نشكلوا منه كويرات. كناخذوا هذوك الكويرات اللي شكلناهم. كناخذوا هذيك لاصوص بيشاميل كنعاودوا نضيفوا لها شي شويه ديال الحليب حتى كترخى عندنا، يعني كتولي مطلوقه. كنعاودوا ندوزوا فيها هذوك الكويرات اللي جمعنا ديال الخضره والدجاج، وكندوزوهم في الشابلوغ. انا حمرتهم في الاير فراير، كنرشهم بشويه ديال الزيت، حمرتهم في الاير فراير. ممكن الاخوات يديروهم في الفران اولا يقليوهم في الزيت، حتى الا تقلاو في الزيت راه كيجيو غزالين بزاف. في المطاعم راه كيقليوهم في الزيت. انا درتهم في الاير فراير وتا هما جاو زوينين، جا فيهم بحال المذاق ديال الكغاطون بالخضره والدجاج، لي نوكات، جمعوا كاع خليط ديال النكهات. خليط ديال النكهات. كنقدموهم مع ديك الطاكلياتيل، ديك الطاكلياتيل كنعاودوا نزيدوا عليها شويه من هذيك البيشاميل وشويه ديال الفرماج، وكنخلطوا كل شيء وكنقدموهم معاهم. راه كيجيو من اروع ما ياكل. وتحيه للشيف اللي عطاني الوصفه. الله يعطيه الخير. دونك غادي